السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخوتي راني خليت الفران موسخ باش نشارك معكم كيفاش كان نيتوييه. هنا راه موسخ كما كتشوفوا، كله كما كنقولوا بالدارجة معفون، والباب ديالو انتما كما كتشوفوا كلشي موسخ. هانتوما كله موسخ. دابا غادي نشارك معكم، دابا في هاد الساعه غادي نشعلو هو الاول. غنشعلو من التحت ومن الفوق شويه على درجه عاليه، غير واحد شويه. غنحيد هادو، هانتوما كما كتشوفوا من الداخل راه موسخ. وهاد ليطاش هادو الكحول، وراكم عارفين مع الطياب وكلشي كيتوسخ بزاف. المهم يا في لي دام راك كتعرفوا كنديروا فيه كلشي، دابا راه موسخ بزاف بزاف. انا غنحيد هادو ديالو هنا، غادي نحطهم فيه النيت خص منه. غنحيد ليكات خوتي باش ما لصقليش عليهم العافيه. صافي، وغادي ندير فيه هاد القشيوشات ديالو، غنخليهم فيه لداخل غير على مني سخن. هنا غادي نطفي الفران بعد ما سخن، غادي نطفيه وغادي ندير هاد الجوج هادو، راه كيكونوا في الماكس كاملين هادو. غادي نخلطهم، راه نفس المفعوليه ولكن انا غادي نخلطهم، غادي نرشهم وهو سخون. ولكن اخوتي راه فيه الريحه خايبه. صافي، ونعاود الرش. بزاف البنات اللي قالك ما كيخرجوا لناش، واخا جربنا بزاف ديال البرودوي. انا راه جربت كل شيء، ما كاينش شي برودوي اللي ما جربتوش في فرنسا. اللي كاينين كاع في الماكس شريته، ولكن الصراحه هادو ما عندي ما نقول. صافي، غنسد عليه وغنخليه واحد ثلث ساعه. هنا من بعد 20 دقيقه نتوما كما كتشوفوا البرودوي راه خدم. بسم الله، غادي نحيد هادو تنغسلهم على خاطري في لافابو. دابا نتوما كما كتشوفوا غادي نحاول ندير غدو. ايوا دابا غادي نبدا بهادي، اللي عنده هادي يديرها، اللي عنده شي حاجه حرشه يديرها. بسم الله، ها نتوما ساهل، ها كما كتشوفوا كيتحيد بالزربه. ها نتوما شتو، بلا جهد بلا والو. ها نتوما شوفوا هاد لي طاش هادو، ها نتوما كما كتشوفوا نفزقوا عاوتاني شويه غير بالماء. ها نتوما هادي هاد لي طاش هادي كبيره، شوفوا كيفاش غتخرج. نحيدو شويه البرودوي نديرو هنا، واللي ما عندوش هاد البرودوي يدير شويه ديال الصابون البلدي. ها نتوما كما كتشوفوا ها كيخرج غزال. ها نتوما شوفوا هاد لي طاش ها بسهوله. ها صافي، دابا نستمر على كله هكا. ونفزقوا البونجا ديالنا عاوتاني هنا. ها نتوما بلا جهد بلا والو، ها بلا ما كتبركوا، الا بقى هكا عاوتا تزيدوه شويه البرودوي بحال هادي كبيره. ها هي كتزيدوه شويه البرودوي. ها نتوما بلا جهد غنوريكم غير في كيفاش كيخرج. ها نتوما دابا غنستمر هاكا بهاد الطريقه. ها نتوما كيجي رائع وكيخرج دغيا.
دابا غنستمر هاد كله هاد الفران. هنا نتوما كما كتشوفوا راه حيدت كاع هنا والله بدون مجهود، كنحلف لكم غير هكا ها بهادي. شوف كي رجعات غير هكا من الفوق، ما تبركوش بزاف. وهذه راه كتحيد اللي بغى يحيدها، انا عاد حيدتها نتوما كما كتشوفوا، وكتردوها راه كترد اللي بغى ينيطويها. انا هنا عندي نقيه صافي، دابا غادي نحيدها معكم هاد لوسخ ها نتوما كما كتشوفوا. الفرار راه كيجي كيخرج زوين، راه بزاف د البنات مع حتى صحاباتي انا فيهم ها نتوما كما كتشوفوا كيقول لك راه كنديروا داك البرودوي وما كيدير لنا والو، ديروه سخون. وهنا ها نتوما صافي، وكتبقى تمسحو تغسلو السربيته وتعاودو تمسحو، ها كيخرج زوين. شوفوا هنا عاوتاني انا نعاود نغسلها، صافي. وتستمروا على هذه الطريقه، هذه قلت لكم كيخرج الفران زوين ونقي. وما عارفين فاش كطيبوا فيه كلشي كيلصق كلشي. ما تخافوش ديك الفرفاره غير غسلوها هي، الا كنتو درتو هذاك البرودوي ما تخافوش منه. هانتوما كيفاش كيخرج الفران، نعاودو بواحد السربيته نقيه. وهنا كندير له من بعد ما كنسالي كندير له شويه ديال برودوي د المواعن، عفوا برودوي ديال ها نتوما كما كتشوفوا اخوتي راه الفران بحال اللي جديد. ها نتوما كتشوفوا ها نتوما رائع ونقي، شتي دوك الكوح اللي كانوا هنا دوك الطبيعة الكوح الموسخين. ها نتوما الجنيبات حتى هما ها نتوما. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وينفعكم. صافي اخوتي، وهكا كتكونوا نظفتوا الفران ديالكم. انا ما كنبغيش يكون موسخ، واي ام او امراه ديما كتبغي الحاجات يكونوا بروبر. وهذه هي الطريقه باش كنغسل. واللي ما عندهاش هذا البرودوي دير له شويه الصابون البلدي وتخلطوا شويه مع جافيل وتخليه واحد الساعه وترجع تغسلو، راه حتى هو كيخرج بحال هكا بحال بحال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم اخوتي راني خليت الفران موسخ باش نشارك معكم كيفاش كننيطويه. هنا راه موسخ كما كتشوفوا، راه كله كما كنقولوا بالدارجه معفون، والباب ديالو انتما كما كتشوفوا كلشي موسخ. ها نتوما كله موسخ. دابا غادي نشارك معكم، دابا في هاد الساعه غادي نشعلو هو الاول. غنشعلو من التحت ومن الفوق شويه على درجه عاليه واحد شويه، نحيد هادو. ها نتوما كما كتشوفوا من الداخل راه موسخ، وهاد ليطاش هادو الكحول وراكم عارفين مع الطياب وكلشي كيتوسخ بزاف. المهم يا في لي دام راك كتعرفوا كنديروا فيه كلشي، دابا راه موسخ بزاف بزاف. انا غنحيد هادو ديالو هنا، غادي نحطهم فيه النيت خص منه. غنحيد لي قات خوتي باش ما لصقليش عليهم العافيه. صافي، وغادي ندير فيه هاد القشيوشات ديالو، غنخليهم فيه لداخل غير على من يسخن. هنا غادي
غادي نطفي الفران بعد ما سخن، غادي نطفيه وغادي ندير هاد الجوج هادو راه كيكونوا في الماكز كاملين، هادو غادي نخلطهم، راه نفس المفعوليه ولكن انا غادي نخلطهم، غادي نرشهم وهو سخون، ولكن اخوتي راه فيه الريحه خايبه. صافي ونعاود نرش. بزاف البنات اللي قالك ما كيخرجوا لناش، واخا جربنا بزاف ديال لي برودوي، انا راه جربت كل شيء، ما كاينش شي برودوي اللي ما جربتوش في فرنسا، اللي كاينين كاع في الماكس شريتو، ولكن الصراحه هادو ما عندي ما نقول. صافي غنسد عليه وغنخليه واحد ثلث ساعه. انا من بعد 20 دقيقه نتوما كما كتشوفوا البرودوي راه خدم بسم الله. غادي نحيد هادو تنغسلهم على خاطري في لافابو. دابا نتوما كما كتشوفوا غادي نحاول ندير غير الضو. ايوا دابا غادي نبدا بهادي، اللي عنده هادي يديرها، اللي عنده شي حاجه حرشه يديرها. بسم الله هانتوما ساهل، ها كما كتشوفوا كيتحيد بالزربه، هانتوما شتو بلا جهد بلا والو، هانتوما شوفوا هاد لي طاش هادو، هانتوما كما كتشوفوا نفزقوا عاوتاني شويه غير بالماء. هانتوما هادي هاد لي طاش هادي كبيره، شوفوا كيفاش غتخرج. نحيدو شويه الخضوه ونديرو هنا، واللي ما عندوش هاد البرودوي يدير شويه ديال الصابون البلدي. ها انتما كما كتشوفوا ها كيخرج غزال، ها انتما شوفوا هاد لي طاش ها بسهوله ها. صافي دابا نستمر على كله هكا. ونفزقو البونجا ديالنا عاوتاني هنا، ها نتوما بلا جهد بلا والو، ها بلا ما كتبركو الا بقى هكا عاوتا تزيدوه شويه البرودوي بحال هادي كبيره، ها هي كتزيدوه شويه البرودوي، ها نتوما بلا جهد غنوريكم غير كيفاش كيخرج. ها نتوما دابا غنستمر هاكا بهاد الطريقه، ها نتوما كيجي رائع وكيخرج دغيا. دابا غنستمر هاد كل هاد الفران هنا، نتوما كما كتشوفوا راه حيدت كاع هنا والله بدون مجهود، كنحلف لكم غير هاكا ها بهادي، شوف كيرجعات غير هاكا من الفوق، ما تبركوش بزاف، وهادي راه كتحيد اللي بغى يحيدها، انا عاد حيدتها نتوما كما كتشوفوا، وكتردوها راه كترد اللي بغى ينيطويها. انا هنا عندي نقيه. صافي دابا غادي نحيدها معكم هاد لوصخ، ها نتوما كما كتشوفوا الفرارة كيجي كيخرج زوين، راه بزاف د البنات مع حتى صحاباتي انا فيهم، ها نتوما كما كتشوفوا كيقولك راه كنديرو داك البرودوي وما كيدير لنا والو، ديروه سخون. وهنا ها نتوما صافي، وكتبقى تمسحو تغسلو السربيته وتعاودو تمسحو هاكا يخرج زوين. شوفوا هنا عاوتاني انا نعاود نغسلها، صافي وعاد تستمروا على هذه الطريقه، هذه راك لكم كيخرج الفران زوين ونقي و
راكم عارفين فاش كطيبوا فيه كلشي كيلصق كلشي. ما تخافوش ديك الفرفره غير غسلوها هي، الا كنتو درتو هذاك البرودوي ما تخافوش منه. هانتوما كيفاش كيخرج الفران، نعاودو بواحد السربيته نقيه. وهنا كندير لهم من بعد ما كنسالي كندير له شويه ديال برودوي ديال المواعن، عفوا برودوي ديال. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي راه الفران بحال اللي جديد، هانتوما كتشوفوا هانتوما رائع ونقي. شتي دوك الكحل اللي كانوا هنا دوك طبيعي الكحل الموسخين، هانتوما الجنيبات حتى هما هانتوما. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وينفعكم. صافي اخوتي، وهكا كتكونوا نظفتوا الفران ديالكم. انا ما كنبغيش يكون موسخ، واي ام او امراه ديما كتبغي الحاجه تيكونوا بروبر، وهذه هي الطريقه باش كنغسل. واللي ما عندهاش هذا البرودوي دير له شويه الصابون البلدي وتخلطوا شويه مع جافيل وتخليه واحد الساعه وترجع تغسلو، راه حتى هو كيخرج بحال هكا بحال بحال.